يلا دوس. احنا في عقبة حزنة. العقبة مفتوحة لكن تمشي على مهلك لأنه في انهيارات بسيطة يعني، وفي برضو تنظيف الآن جاري. مويه امطار أحمد قشاش، وهذه المحمية، محمية الطيور. خلوكم معي بعد شوي بنروح ونشوف إيش فيها. أول شيء هذا القفص، مدخل. يعطيكم العافية. الله يعافيك. طبعاً وظيفته أخرى نشتغل. وظيفته إنه إذا طلع الطيور من هذا المكان تبقى في الداخل هنا، نقدر نأخذها ونرجعها. يعني حماية. بسم الله ما شاء الله دكتور، ما شاء الله فيه أو زرع نباتات هنا وعمل شلالات رائعة
يحاول حاكي الطبيعة أو الحدائق خارج المملكة. فيه مجموعة من الطيور المحلية فاركة في هذا المكان الكبير. هذه حمام الفواكه اللي سموها الرهطي. هذا في درة قبل شيء سمعتها. في حجل برضو سمعت الأصوات. يا سلام، التصوير ما حيكون واضح تماما، حتى في نوع من البط قواويس. درة، هذه الدرة، أيوه شوفوها. هذا المكان على أساس يكون جلسة داخل المحمية. أنا عندي حمام زيتوني، شكل المكان هذا مناسب له. حمام الزيتوني هو من الحمام النوادر، يجي مهاجر من أفريقيا. هذا القهبي، هذا صوته لما يطير. هذا الطواويس هناك، وهذا الصوت للدرة. الحجارة هذه داخلها يبيض الحجل والقهبي والطيور البرية، حتى الطاووس يدخل جوه والله. في قطة هناك، خلينا نحاول نصيد القطة. شوفها شوفها، فيها الدوف او اليمام الابيض. والدرة الأشجار، أتمنيت أن الدكتور يكون موجود يشرح عن هذه الأشجار. والله والله خلاص آسفين. هذا البط، كنت سمعت صوت الطاووس. طبعا هذا الذكر الجميل ما شاء الله تبارك الله، والأنثى الحين بتيجي من هنا. هذا الأنثى وهذا البط الذكر الجميل اللي قدام، وهذا الأنثى اللي ما حلوه. كذا دائما الطيور حيوانات الذكور أجمل. في طيور بادجي هناك مجموعة. هذا الرهطي، ايوه الحين يبين جماله. شوف هذا هو حمام الفواكه الرهطي. شوف حمام لونه اصفر. باقي هنا في وحده، ايوه شوف سنتين. ما شاء الله. هذا الشيخ طاووس، شوف وين وصل. اوه ما شاء الله الثاني طار. ليتني صورتك انت تطير، ما شاء الله تبارك الله. ممكن يطير الحين. صدق استغفر الله، سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله. حسين حسين ان شاء الله يعطيكم العافيه والله. الله يعافيك. العب العب سكوينز. لا تلعب الحين دورك. سلام.
خوي بدون غش. يلا بسم الله. لا انا اقول لي غش لانه ذكي جدا. اوف ولعل. الله اكبر. يا خوي بنفوز. انت فين انت؟ ما لعب لسه اخويك ما لعب يا خبر لسه ما لعب. والله شكلك غشيت. واضح من وجهك انك غشيت. عندي ثلاث اولاد. هات اشوف 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 اوريك اللعبه اوريك اقول لك الخيمه لا تفوق السيل السيل يلا الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله هلا والله ما شاء الله الله يعطيك العافيه ما شاء الله علمت هذه هدايا ولا بفلوس تسلم يا دكتور الله يسعدك هذه يقول لك بكره تاكلها مو اليوم بس غطيها غطيها شوي الجو البارد ما تسم الله يعطيك العافيه بس الطعم يا لذيذ مره حاليا يعني مره ممتاز بنجربها لليوم انا ما بستنى لبكره يعني لازم ما شاء الله انت اللي تعال حواضي يا هذه شوف هذه طاح البطاطس هذه بطاطس الكسافة انت تعرفها هذه والله ما نعرف هذا يوم من الايام كان خروف كان حي انا اول ما ابدا بالمخ حب اعرف ايش كان يفكر التيس قبل ما يموت ما شاء الله ما شاء الله لا تبقي ولا تذر ايش هذا مقبره ما ترد ميت ايش فيه الان نبدا هنا يا اخي ايش من الساعه 7:30 لين الحين الساعه 11:05 والعقبه مقفله الهدى كل الناس واقفين ننتظر يمسحوا العقبه وينظفوها علشان يسمحوا لنا نطلع قررنا ناخذ فرشتنا وسوينا شاهي طبعا بنتكي هنا لين ربي يفرجها. قاعد اقول الهدى مو الهدى عقبة الباحة الباحة معليش تصحيح عقبة الباحة. خلاص اخيرا فك. الساعة كم؟ الساعة كم عندك؟ 11:30. عقبة الباحة.